سلام أهلا بتونس. أسمع يظهر لي فاهمين بعضنا أنا وياك اليوم بالذات. أخطأنا منه بصراحة، والله اليوم نعطيوه كونجي، مش بمنطق خوف ولا باش ننقصه، أما باش نرتحوا أعصابنا ليس إلا، خاطر بيناتنا بصراحة مرهق. لما حالة نعرف اللي هيهات باش ناخو معاك نهار من راحة الأعصاب تونس، كان ما تعبهمش هو تو يجي غيره. أما ميسالش خل نوعو لتفادي الملل. الساعة خل نعطيك أهم الأخبار اللي لازم تعرفهم. الصحافة اليوم كتبت ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.8%، للزيادة المتواصلة في الأسعار ولا الرفع في نسبة الفائدة المديرية ستوقف هذا التضخم. أو كتحسوا المعهد الوطني للإحصاء عمل لنا سوم، أو 9.8% مش 10%. عرفتوا اللي يسميوها الثمن النفساني، لبخي بسيكولوجيك، وقت تلقاها سوبر برومو مع دليلة تلفزة 999 دينار أكهو، هو كي تجي تثبت تلقاها بمليون. أما هو يلعب لك على نفسيتك، يقول لك 999 تولي تحسها رخيصة. ايه بيناتنا حسيتهم عملوا هنا في التضخم، ولكن في كل الحالات ما تخافوش من التضخم، ما ينجم يعمل لكم حتى شيء. تعرفوا علاش؟ على خاطر ما كومش باش تلقاو ما تشريو. الشروق قالت لكم فما 260 مليارا مستحقات المخابز، اليوم تونس بلا خبز. وزادت قالت لكم خطير صيدليات بلا دواء والأزمة تتواصل. وبالتالي كما تفهمنا، يطلع التضخم ولا يهبط، قريبا كل شيء مقطوع، وهكا نحلوا الأزمة من المنبع متاحها. هذه الأخبار وسربيناها، هاي بشكون باش نتوله اليوم؟ لا بصراحة صعبة الخدمة هك، تراه هات نشوف. اي حقا يا اخي، مش عنا انتخابات نحنا؟ والله شعر لنسيت، هات نشوفوا البالة اللي جات في الانتخابات. هاي الشروق عاملة ملحق خاص بتشريعية 2022، خطاب المترشحين شعبوية وجهل بمهام النائب وصلاحيات البرلمان. مرحى مرحى، هذه الشروق راه مش المغرب، عادة تبدأ حنينة مع محطات المسار باش ما نبالغوش. والإجابة ما بطاتش، جات أولا في الصحافة اليوم. الحملة الانتخابية محتوى خطاب المترشحين يثير الجدل، هيئة الانتخابات تشدد على حماية المسار الانتخابي من الترذيل. بسم الله على ولدي من الترذيل والتنفير والبرد والبوسفير. ثم ثانيا لابريس، فاروق بوعسكر ديفورماسيون بوليتيك شيرش ا كومبروميتر لو بروسيسوس الكتورال. فاروق بوعسكر، اطراف سياسية تريد الإضرار بالمسار الانتخابي. شوف يعني كما قال الشاعر، عجائب يا دنيا عجائب وغرائب يا دنيا غرائب، أطراف سياسية تحب تضر الانتخابات اللي هي بالطبيعة تظاهرة رياضية، الجميع يعلم ذلك، وبربي باش يحبوا يستهدفوا ويضروا ويرذلوا. قالك بتصاور المفبركة للمرشحين. شو يا حاج، راي تصور فيك اشترها يعملوا فيها اصحابي، لا اطراف لا والو يا ودي، اصحابي راهم تافهين واهدافهم تافهة، مغرومين بالميمز، يحبوا يضحكوا. ومن محاسن الصدف طاحوا برشا متير في الانتخابات، من المترشحين للوعود للمعلقات للهيئة. حسيروا غير حذروا رواحكم، خاطر حاسسها باش تتعدل كلها انتخابات فور ذا ميمز.